السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر هاني العيدي. هنتكلم هنا عن Module 2 Introduction to Active Directory Domain Service. طبعا احنا لسه في كورس 410 70410 لويندوز سيرفر 2012. تعال هنا نتكلم عن Module Overview. طبعا بيتكلم عن Lesson 1 Overview ADDS Overview Domain Controller Installing Domain Controller. طبعا احنا هنتكلم في اول نقطة بس اللي هي Lesson 1 Overview ADDS. طبعا Overview DS ADDS Domain What are OUS What is the forest What is schema. Schema دي يعني هأجلها انا في شرحها في حتة تانية، بس يعني هشرحها بس هقول لك دلوقتي امتى، بس مش دلوقتي حالا. تمام، انا مش فاهم هو ايه اللي انا هتكلم عنه. قال لك انت هتتكلم عن حاجه اسمها Active Directory Domain Service. دي خدمه بتنزل على الجهاز الرئيسي او اللي انت بتسميه فيما بعد الدومين. تمام، لما بتنزل على الجهاز الرئيسي بيبقى ده بيبقى الجهاز المتحكم في الأجهزة المتصلة بيه في خلال حاجة اسمها دومين. طبعا دومين يعني ايه دومين؟ انا مش فاهم برضو يعني ايه دومين. قالك تخيل ان انت تعالى كده، انا دلوقتي بس نضيف صورة بتتشار. سوري بضيف صور. تخيل ان انا عندي جهاز سيرفر، تمام، وده جهاز بي سي. خلاص، الجهاز الاولاني ده اسمه احنا بنسميه سيرفر، جهاز رئيسي، تمام. والجهاز اللي جنبه احنا اوتوماتيك في الشبكة نقول ده في عندي جهاز وجهاز سيرفر وجهاز كلاينت. قال لك ايه الفرق؟ قال لك ده في فرق كبير. اولا دون اللي هو متحكم في كل الاجهزة، بمعنى يعني انا ممكن اتحكم في الجهاز ده يطبع ولا ما يطبعش، يدخل انترنت ولا ما يخشش انترنت. تمام، ليه سماحية اللي يخش يغير حاجة في الكنترول بانل ولا لا. انا بقول الكلام ده شو هو ما يعملش اي حاجه، هو بينفذ التعليمات اللي جايه من عندي. تمام، اي جهاز من الاجهزه دي من اللي هي متصله بالشبكه اللي هي هنقول عليها الدومين. يعني تخيل ان احنا بنتكلم في حاجه دلوقتي اسمها دومين. دومين يعني مجال، يعني ايه دومين؟ دومين مش يعني ايه دومين، ثواني. دومين ده يعني مجال. يعني ايه؟ الجهاز ده داخل في وسط مجال، ما يقدرش يطلع بره السيرفر ده. يبقى دي كلها مع بعض، الجهاز السيرفر ده مع الاجهزه البي سي. طبعا هو مبقاش بيبقى جهاز واحد، بيبقى مثلا 20 جهاز، بتبدا اقل حاجه 20 جهاز. اقل من كده يبقى مش محتاج تعمل سيرفر، تعمل ورك جروب وخلاص. تمام، بس هو طبعا سيرفر افضل من كتير. تمام، ممكن تعمل ايه تاني؟ قال لك جهاز السيرفر ده كمان ممكن يعمل ايميلات، احط ايميل من سيرفر على الجهاز ده ويتحكم هو في الايميلات اللي داخله والايميلات اللي خارجه. ممكن انا في ايميل مش عاجبني او انا منعه بلوك، وبالتالي مش هيوصل للكلاينت. كل ده بيعمله، فقال لك دي اسمها احنا بنقول عليها دومين.
هي كلمة وهمية بس هي يعني ايه مجال، يعني احنا كده مع بعض، مجال مع بعض، احنا كده الاجهزة دي كلنا مع بعض، تمام. ما ينفعش الجهاز تطلع برايا انا، لا ما تطلعش، تمام. هنتكلم برضو بالتدريج هنفهم. فالجهاز السيرفر ده بينزل عليه حاجة اسمها Active Directory Domain Server، تمام. الجهاز الرئيسي ده بينزل عليه خدمة، تمام، Active Directory Domain Server، تمام. قال لي اه هي كده تمام، انا بدأت افهم دي خدمة بتنزل على الجهاز السيرفر عشان ابدأ اتحكم في بقية الاجهزة. بمجرد ما حضرتك بتنزل الكلام ده على الجهاز ده، بيبقى الجهاز ده بنسميه بقى ايه، دومين كنترولر. يعني ده بيبقى بعد، هو الاول احنا بنسميه سيرفر، جهاز عادي سيرفر عادي بنقول عليه سيرفر. طب انت بعد ما بتنزل الخدمة دي الاكتيف دايركتوري دومين سيرفيس عشان تبدأ تتحكم في كل الأجهزة، هيبدأ اسمه دومين كنترول، يعني ده الدومين أو التحكم في الدومين كله في المجال اللي احنا فيه ده. يعني الجهاز ده اللي بنقول عليه بقى سيرفر، لا ما عادش تقول بقى سيرفر، قول عليه دومين كنترول خلاص كده. مفهومة؟ بتهيألي أنا كده يعني شرحتها بالتفصيل، تمام. هو ده النقطة اللي احنا هنتكلم عليها. فالقصة كلها الميدول كله بيدور حول ايه، حول كلمة Active Directory Domain Controller. ده الكورس بتاعنا في الميدول ده. طيب تعال نكمل. Overview of ADDS Active Directory Domain Server. قال لك ADDS is composed of both physical and logical components. يعني هو بيتقسم لحاجتين، السيرفيس دي اسم لحاجتين، عندك حاجة اسمها physical، حاجة فيزيائية يعني، وحاجة logical، تمام. فطبعا مش هنقعد بقى نقول دي منطقي ودي physical، لا خدها زي الكلمة دي، دي physical component وده logical component. هو بمعنى صح يعني الفيزيكال ده بيكون من مجموعة من حاجات، واللوجيكال ده بيكون من مجموعة من الحاجات برضه. طيب ما ايه يعني الفرق؟ قال لك الفيزيكال ده بيتكلم عن داتا ستور، الداتا يعني تخزين الداتا خلاص من كلمتها. الدومين كنترولر هبدأ اتكلم عن ايه دومين كنترولر، تمام. هبدأ أتكلم عن جلوبال كاتالوج سيرفر، هبدأ أتكلم عن حاجة اسمها ريد أونلي دومين كنترولر RODC. طيب طبعا لوجيكال ده مش هتكلم فيه دلوقتي، خلينا بس في أول جزئية الفيزيكال. فيزيكال كومبوننت ديسكريبشن. دومين كنترولر قال لك الدومين كنترولر كونتين كوبي اوف اي دي دي اس داتابيس، تمام. يعني هو بيحتوي على ايه، بيحتوي هو كونتين يحتوي على ايه، نسخة من الاكتيف دايركتري دومين اللي هي اكتيف دايركتري دومين سيرفيس داتابيس، بتبقى موجودة في الدومين كنترول. يعني الدومين كنترول ده بيحتوي على نسخة من نسخة من قاعدة البيانات بتاعت ايه، الدومين كنترول اكتيف دايركتري. طيب ايه الداتا ستور؟ ده الفايل، ذا فايل اون اتش دومين كنترول، يعني ده موجود في كل دومين كنترول، ذات ستور ذا اي دي دي اس انفورميشن. ده بيعمل ايه بقى؟ قال لك كل جهاز دومين كنترول، وهو خلي بالك هو يعني لا مؤاخذة، هو انا لما بيبقى عندي في الشبكة في شركة محترمة بيبقى عندها جهاز دومين كنترولر واحد بس، لا ممكن يبقى فيه اكتر من واحد،
والشرط ان كل الاجهزه الدومين كنترول ده موجود في نفس المكان. ممكن يبقى في دومين كنترول موجود عندي انا هنا في بورسعيد، ودومين كنترول تاني موجود في فرع تاني في القاهره او اسكندريه، واحنا الاتنين يبقى شبكه مع بعض عن طريق حاجه اسمها الوان، تمام؟ وهنبقى هنتكلم برضو عنها. طب الدومين ده في حته وانا في حته، هنفهم بعض ازاي؟ قال لك في حاجه هنفهمها فيما بعد اسمها تراست. تراست يعني هنعمل من بعض وبيني وبينه ثقه، والثقه دي هنبدا نتكلم فيها. تراست ما نقولش بقى ثقه، احنا هنبدا نعمل بين الدومين ده والدومين اللي بعيد عني تراست، عشان نبدا احنا الاتنين نفهم بعض. طب ما فيش تراست، انسى بقى، خد لحالك، فيش، كل واحد شغال لوحده، تمام؟ تمام. هو بيخزن المعلومات عن الاكتيف دايركتري دومين سيرفيس، تمام؟ ده ملف داتا ستور، اما الدومين كنترول ده جهاز، بنقول ده الجهاز بقى الرئيسي، تمام؟ قال لك في عندي حاجه اسمها جلوبال كاتالوج سيرفر، موجوده جلوبال كاتالوج سيرفر في ويندوز سيرفر 2008 و2012، وطبعا انت طالع بقى في 2016. بيقول لك هوست ذا جلوبال كاتالوج which is partial read only copy of all object in the forest. يعني ايه؟ انا عاوز افهم، ثواني. جلوبال كاتالوج هوست ذا جوجل سوري هوست ذا جلوبال كاتالوج واتش از ذا بس ريد اونلي اوف اول ذا اوبجكت ان ذا فورست. يعني هو بيقول لك هي نسخه مصغره، تمام؟ او هي نسخه، بلاش كلمه مصغره، او هي جزئيه خاصه للقراءة فقط، يعني هي وخاصة تقرا بس الايه، تقرا ايه عن كل اوبجكت الموجود في الفويس. انت بقى بتقول حاجات غريبة انا مش فاهم منها حاجة، ايه الفويس دي وايه الاوبجكت ده اصلا؟ قالك تعالى نرجع للرسمة بتاعتنا تاني. سوري، فين رسمتنا الجميلة؟ ادي الرسمة بتاعتي. انا تخيل، تمام، تخيل دون ان انا هعمله دلوقتي اسمه فورست. لو انا عملت كده واقول له سند تو باك، ماشي، يبقى الجزء اللي ورا ده اسمه هنسميه احنا الفورست. شو قال لك دلوقتي هي في الفورست، صح ولا انا غلطان؟ قال لك اه، قال لك يبقى دي هنقول عليها ايه؟ فورست. راح فين بقى؟ هي دي مشكلة للكلام. طب استنى هنا، بس هنا ماشي، وانا تمام. تخيل ان دي كلها اسمها الفورست. هو بس الماوس عندي مش عارف ماله، في حاجه مش مظبوط. تخيل دي الفورست، يعني ايه تخيل برضو يعني ايه الفورست؟ انت مش انت لسه قايل لي في دومين. الدومين ده بقى اللي احنا بنقول عليه دومين، تخيل بقى الدومين ده عباره عن زي فورست. يعني ايه فورست؟ يعني انت ممكن تعمل دومين تاني، ممكن اعمل دومين تاني داخل الفورست الواحد. يعني ايه برضه فورست؟ نطاق. يعني انا ممكن اعمل دلوقتي اقول له انسيرت، واقول له اضيف سيرفر تاني، تمام؟ تمام. بس مين الاساسي؟
مين الأساسي؟ أهو أنا دخل مصغره إزاي أهو، تمام؟ مين الأساسي هنا عندي؟ الأولاني ولا التاني؟ لا الأولاني هو الأساسي، يبقى ما تنشئ صفة في الأول ده بيبقى أول صفة في الفورست. فورست ده عبارة عن زي إيه بيسموه هما باللغة العربية غابة، يعني أنت ممكن تحط فيه سيرفر وسيرفر تاني، يعني إيه برضه؟ عملية تخيلية. تخيل إن أنت قاعد في شركة، الشركة دي فيها 3 أدوار، 3 أدوار دول كلهم عبارة عن زي فورست، يعني أنت ممكن تحط جهاز سيرفر، تمام، داخل الفورست الواحدة، وممكن تعملها أكتر من فورست، يعني ممكن تعمل الدور الأولاني فورست، والدور التاني فورست، ويبقى الدور الأولاني فيه دومين، جهاز سيرفر يعني، وبيتحكم في مجموعة من الأجهزة، والجهاز والدور التالت ده فيه دومين بيتحكم في مجموعة من الأجهزة، والاتنين مع بعض هتعمل بينهم من بعض حاجة اسمها تراست عشان يبدأوا يتعاملوا مع بعض. بس ده أخد فورست مجال لوحده، وده أخد غابة لوحده، يعني كأنها مجموعة من الأجهزة دي كده مع بعض محطوطة في حتة اسمها فورست، تمام. طبعا الفورست ده بد من وجود جهاز دومين، ولو ما فيش دومين أما أنا أعمل فورست مجموعة من الأجهزة هيبقى مجموعة من الأجهزة، مش هيبقى بقى حاجة اسمها فورست برضه، تمام. بس هو الشرط هنا يشترط اللي هو لازم يبقى فيه جهاز دومين بالنسبة لنا احنا في شغلنا احنا الشبكات، تمام. انت ممكن تعمل جهاز تاني في فورست تاني في حتة تانية، تمام. انا ممكن اعمل فورست تاني، تمام. ازاي؟ اقول لك ازاي. بفرض ان انا هدي هنا للجهاز ده انا عاوز تكست اهي، تمام. حد الاي بي ده الجهاز الصفر 192 168 دوت 1.2 مثلا، يبقى ده اخد اي بي في الفورست ده، في الفورست بتاعته، تمام. لا ايوه، طب نصغر ده شويه كده بقى. ده الجهاز بتاعه وده جهاز الكلاينت اهو. ممكن تجيب جهاز تاني كلاينت لو انت عاوز اهو، انسيرت عشان ايه بدل ما نقعد نرسم احنا في الرسم يعني ضعاف قوي. يبقى كده عندي كام جهاز كلاينت؟ كده عندي في جهازين اهي، سواء بقى الجهاز الاولاني او الجهاز التاني، وكل دولي في حاجة اسمها الفورست اللي هو ده، خلاص. اللي انت ممكن تعمل فورست تاني واحط فيه جهاز سيرفر واحط فيه مجموعة من الأجهزة يبقى تخيل الجزء ده اهو، صغير الجهاز ده شوية، تخيل الجزء باللون البينك ده، ده الفورست، تمام. والجزء اللي في الأبيض ده فورست تاني. فورست تاني يعني ايه؟ يعني هتدي للجهاز ده اي بي خالص مختلف عن الايباد دي خالص، فورست اهو خالص، تمام. وليكن ايه الاي بي بقى بتاعه؟ 10.10.10.5. الاي بي ده يعني عنوان للجهاز بتاعك، اي جهاز في الشبكه لازم يبقى ليه اي بي، زي اي واحد ساكن لازم يبقى ساكن في بيت وليه مفتاح، المفتاح ده هو ده الاي بي نحن بنقول عليه كده، واضح. وبرضه الجهاز الفورست دي ده هتبقى اسمها فورست ايه، دي اسمها فورست، تمام، ودي هيبقى اسمها فورست برضه اهي. وكمان هيتحكم في هيبقى برضه بيتحكم في مجموعة من الأجهزة عادي، مفيش أدنى مشكلة، بس ده هيصغر أوي 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 أهو. تمام، يبقى ده السيرفر هو الأساسي فوق وبيتحكم في الإيه، مجموعة من الأجهزة، بس أنا أعمل إيه، وده فورست تاني وده أخد أي بي وده أخد أي بي. يبقى إحنا كده فهمنا. هنا بقى الجلوبال كاتالوج، تعالى بقى نرجع للجلوبال كاتالوج، لأن إحنا إيه اللي بيقوله ده،
الكلوب الخطب بيقول لك ايه؟ copy of all object. قال لك يعني ايه object؟ تعالى لي بقى نرجع للرسمة دي تاني. قال لك الاوبجكت مش الجهاز ده، والجهاز ده هيقعد عليه يوزر. قال لك اه، يبقى في يوزر هيقعد هنا. يوزر تمام. استنى عشان ايه مش عارف بمعنى. ثواني كده تمام. مش بيقعد عليه كل جهاز يوزر؟ قال لك اه. والكمبيوتر ده شو هو اليوزر ده هيقعد على جهاز كمبيوتر؟ قال لي اه. يبقى برضو هيبقى هنا عندي اليوزر كل جهاز هيقعد عليه يوزر، واليوزر هيقعد على جهاز كمبيوتر. طب احنا بنجيب ايه يعني توضيح من يعني من اخر يعني. فقال لك الاتنين دول على بعض، طبعا في حاجات تانية غير دي، بس احنا بنقول ايه الاتنين ده اليوزر والكمبيوتر هنطلق عليهم معلش هنعمل هنا كوبي لما نكتب، هنطلق عليهم اوبجكت. يبقى اليوزر والكمبيوتر هيطلق عليهم ايه كلمة اسمها اوبجكت. الجلوبال كاتالوج اللي موجودة هنا في جهاز السيرفر هي مهمتها تقرا الاوبجكت اللي هنا سواء يوزر او كمبيوتر، تبقى عندها تقرا هنا الاوبجكت، وتقرا برضو اليوزر، تقرا الاوبجكت اللي موجود في ايه في اي فرصة تانية تمام. اه سوري تعال نشوف الكلمة دي عشان ايه احنا ممكن لسه. هو هنا قال لي ايه؟ هو read only of all objects in the forest، في الفورست الواحدة. قال لي ماشي، يعني هو قصده هنا عاوز يقول لك ايه؟ ثواني كده تمام. يبقى هو هنا احنا فهمنا اللي هو بيقرا ايه الاوبجكت. تعالى نرجع للرسمة. بيقول لك انا بقرا كل الاوبجكت اللي موجودة في الفورست تمام. خلاص نمشي مع الكلام اللي مكتوب وما نعجلش. خلينا في الفورست اهو، في الفورست بيقرا ايه الجلوبال كاتالوج، بيبقى فيه معلومات يقعد يقرا ايه كل يوزر وكل كمبيوتر اللي موجودين عندي هنا ايه في ايه في الفورست. طب ما ممكن يبقى ما عندي دومين تاني في الفورست. اه يقراه برضه، يعرف ايه الاوبجكت اللي فيه، يقدر يبحث فيها. يبقى انت ما تكون عاوز تبحث على اوبجكت تاني، لا تقدر تعرف تبحث فيه. ده كلام اللي هو بيقوله. The global catalog speed up search for object that may be stored on domain controller in different domain in the forest. يعني ممكن يبقى في عندك اتنين دومين في نفس الفورست، هو بياخد برضه يقرا البيانات اللي فيه تمام. بيبقى هو مهمته بس سرعة في البحث، speed up في البحث. يعني انا عاوز ابحث على يوزر معين داخل الفورست دي، هعتمد على مين؟ بعتمد هنا على حاجة اسمها هنا بسم الله الرحمن الرحيم جلوبال كاتالوج. يبقى انت بتعتمد على هي زي دليل كده ببحث على من خلاله.
خلاص، بس نفهم كده واحدة واحدة عشان ايه ما نحاولش نلخبط الموضوع. تمام، تعالى كده ناخد صورة من دي تحت هنا عشان ايه الناس الحلوة هنا بتحاول ايه دبل فيت. تمام، ننزل دي، تعالى بقى ايه دلت كده، انا عاوز ده هنا وعاوز ده هنا اهو. ماشي، انا عندي فوست، ما عنديش بقى فوست تاني خالص، وعندي فوست واحد، وعندي هنا في دومين تاني، جهاز تاني. ممكن في ممكن يبقى 2 صفحة في نفس الدومين. الجلوبال كاتالوج بتبقى موجودة على الجهاز اللي هو نزل في الأول خالص، اللي هو اللي في الفوست أساسي لازم، حتى وانت بتسطب الاكتيف دايركتري دومين سيرفيس دي بتتلاقي موجوده ثابته، ما تقدرش تعمل لها ان تشيك، موجوده لازم تنزل مع عندك، لكن ممكن في اي دومين تاني لا مش مشكله. فالجهاز الاولاني اللي فيه الاكتيف دايركتري دومين سيرفر اللي هو بيتسطب اول جهاز ده بيتقال عليه كلمه روت، ولسه هنشوفها كمان شويه. يبقى الجهاز اللي انشاناه اول مره ده هيبقى اسمه روت سيرفر او روت دومين. تمام، يبقى ده بيتقال عليه روت. والجهاز التاني، طب انا بفرض الجهاز ده الدومين التاني ده مرتبط طبعا بمجموعة من الاجهزة، طب انا عاوز ابحث وانا في الجهاز السيرفر ده على يوزر موجود بالنسبة للدومين التاني، هتعمل ايه؟ ثواني، هو مش ثواني اهو، انا حاطط اهو 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 ادي انا ايه برسم اهو. طيب ادي اهو، في مشكلة؟ ادي كده دومين وتحته جهاز كمبيوتر اهو، وتحته جهاز كمبيوتر اهو. تمام، طيب قال لك كده انا ماشي، انا كده فاهمك. طب الدومين ده مش كل جهاز من الاجهزة دي عليها يوزر، وكل يوزر عليه طبعا بيقعد على جهاز كمبيوتر، فده اوبجكت. طب انا افرض انا في الجهاز الاولاني الصفر الاولاني ببحث على يوزر موجود هنا، بعمل سيرش، عمليه السيرش دي بتحتاج هنا الجلوبال كاتالوج، طول ما انت بتبحث في ايه في الفورست كلها، هي مهمتها تقرا بس مش هتعدل ولا حاجه، هي تقرا وتوصلك لليوزر ده. تمام، كل ده حاجات لوجيك انت ما بتشوفهاش. خلاص، وفي حاجات يعني هي بتتعمل اوتوماتيك اللي هي جلوبال كاتالوج، بس لما تيجي تبحث بقى طبعا بتفحص يعني، مش هو مش هيعمل كده لوحده، مش هيبحث كده على اي حاجه وخلاص، لا انت لازم هتقول له فايند زي ما انت بتعمل في الوورد ولا حاجه، بتعمل ايه فايند وابحث عن حاجه معينه كلمه معينه، فده زيه بالظبط. قال لك في عندي ريد اونلي دومين كنترولر ار او دي سي، قال لك سبيشال انستول اوف اي دي دي اس ان ريد اونلي فورم، هو متخصص بس ريد اونلي ده متخصص للقرايه بس. تمام، this is often used in branch office where the security and IT support are often less advanced than in the main corporate centers. تعالى كده نرجع للرسمة بتاعتنا الجميلة ونشوف هنعمل ايه دلوقتي. انا هرجع للرسمة دي تاني، يعني انا بس هعمل ايه دبل خيط عشان ما نقعدش نرسم من اول وجديد. ادي جهاز دومين، خلاص، والجهاز الدومين ده خلاص بقى نشيل كلمة يوزر دي خلاص، ونشيل السيرفر دي. بس خلاص ادي دومين كنترول، وطبعا
في أجهزة كلاينت متصلة بي. في مشكلة وده الدومين كنترول. قال لي ما عنديش أدنى مشكلة. قال لك أمال إيه ده؟ ريد أونلي دومين كنترولر، أو إحنا نقول آر أو دي سي. نرجع للرسمة بتاعتنا. قال لك بفرض إن أنت في فرع، الفرع ده أنت خايف، أي أنت خايف اليوزر اللي هناك يقدر يلعب في أي حاجة أو يعمل أي حاجة، فطبعا أنت ممكن تعمل سكيورتي. طب أنا هوجع دماغي ليه؟ ما أنا أديله الرأي فقط. تمام؟ يعني إيه؟ اليوزر اللي هنا، فرضنا إن هنا في يوزر، أكيد في يوزر، في دومين يبقى في يوزر، هنا الجهاز أهو. فاليوزر ده ثواني، يوزر، اليوزر عشان يدخل على الجهاز محتاج يعمل حاجتين، هيعمل لوج ان، يكتب اسم اليوزر وهيكتب هنا الباسورد، الباسورد. لازم تكتب اسم اليوزر والباسورد عشان ايه اللي يأكد ان الشخص ده هو صاحب الايه الجهاز ده، هو من حقه يقعد على الجهاز، بلاش صاحبه، من حقه يقعد على الجهاز ده باليوزر نيم والباسورد. طبعا اليوزر نيم والباسورد مسجلين تمام عند في الدومين ده، اخت دومين كنترول ريد اونلي. بفرض بقى اليوزر ده الباسورد بتاعته اسمها هاني، محدش عنده اعتراض. طبعا هو احنا بندي فرض، يعني بندي فرض مش شرط، لان يعني الباسورد عمرها ما تبقى كده، لازم الباسورد فيه حروف وارقام واي علامات. تمام؟ يعني انت المفروض لما تيجي تخش على اليوزر بيبقى مثلا هاني ات 1 2 3. تمام؟ لازم يبقى فيه ات شباك اي حاجه عشان يبقى الباسورد قوي. لازم فرضنا الراجل ده اللي قاعد ده اليوزر ده اسمه هاني العليدي. اليوزر ده اللي اسمه هاني العليدي عاوز يدخل على الجهاز لوج ان. تمام؟ يبقى انت بتحتاج عشان تعمل لوج ان ايه؟ ما تحتاج حاجتين، بتحتاج تكتب اسم اليوزر والباسورد. طب الراجل ده عاوز يغير الباسورد، قال لي لا مالكش صلاحية. طب مين اللي يغير؟ لا ده الدومين كنترولر دون هو من حقه يغير، وهي هتسمع بعد كده في الدومين كنترولر ايه تقول لي. طبعا ازاي ده مش قصتنا دلوقتي، احنا بس عاوزين نفهم. تمام؟ يبقى الار او دي سي ده جهاز خاص بس اليوزر اللي هناك ياخد الداتا ويقراها، لكن يعدل يغير مالكش اي سماح. حتى الاي تي اللي قاعد هنا فرضنا في اي تي برضه مالكش حق تعمل اي حاجه، تلك بس قاعد بتتابع الاجهزه، ولو في مشكله انت هنا ممكن تعتمد على اي تي يكون هيلب ديسك يعني اخطر حاجه، لكن اي تي دومين ادمن يعني لا ما ينفعش. دي نسخة بيحطوها ودي برضه ايه لا استخدام ولا شرح، ومش دلوقتي اصلا، يعني احنا بنتكلم بس كمقدمة نفهم يعني ايه القصة دي. يبقى احنا كل ده اتكلمنا عن فيزيكال داتا ستور دومين كنترول جلوبال كاتالوج ريد اونلي. تمام؟ قال لي تمام البارتيشن. طبعا انا مش هتكلم في الحاجات دي دلوقتي، هاجلها اللي هي اللوجيكال دي، ده انا هاجلها دلوقتي بس هنتكلم فيها، بس ما ينفعش تتقارن كده تحت بعض. لو قارناها دلوقتي تحت بعض هنبقى قاعدين بنبص على بعض كده مش فاهمين اي حاجه، هنبقى بنبص كلام وخلاص، فهنسيبها يعني الحلقه الجايه ان شاء الله، يعني مش شرط الحلقة الجاية، لا ممكن اللي بعدها، لأن أنا عامل ترتيب معين. خلاص؟
طب الحلقة الجاية هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم اي دي دي اس دومين، هيبدأ يتكلم عن دومين اكتر. نشوف كده الفيديو. لا 35 يا دوبك، بس ايه ناخد، اخدنا هنت كده بسيطة عن بعض المعلومات بس بالتوضيح اكتر. تمام، يا رب تستفادوا، وان شاء الله هنستمر، ودعواتكم معانا يا رب، وربنا يعيننا يا رب على التكملة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.